في ظل الظروف يلي عم نمرق فيها من كورونا، صرنا اليوم بحاجة لتعزيز الطاقة يلي جواتنا وتفعيل التفكير بطريقة إيجابية لنقدر يعني نتحدى كل شيء صعب. كيف رح نقدر نحقق هالشيء وكيف ممكن نستقبل أيام عيد الأضحى المبارك بطاقة إيجابية مع عيلتنا؟ كيف ممكن نستقبل خبر الرسوب وخبر النجاح كمان؟ خلينا ندخل ونحكي فيهم مع خبيرة علم الطاقة غالية بغدادي. اهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ يسعد لي صباحك حبيبتي، تسلمي لي. ما عندك بكالوريات؟ لا الحمد لله، ولا حواليك حدا؟ يلا ان شاء الله هيك بالسنين القادمة. هلا السنة الجاية عندي ابني بكالوريا. ان شاء الله موفق، وان شاء الله هي التجربة تكون يعني عطت فايدة بهذا الوقت ان شاء الله. يعني خلينا نبلش معك بنصيحة، النصيحة الأبرز اللي توجهيها لكل الناس لحتى يقدروا يدعموا نفسهم، لأنه الدعم النفسي هو الأهم بهي المرحلة. عن جد بهالمرحلة اللي نحن فيها بالفعل الدعم النفسي هو أهم شيء، رغم كل الضغوط اللي عم نمرق فيها وهيك القصص اللي عم بتصير معنا، يمكن نسرق ساعة فرح لنا. بالفعل صار بدها سرقة، يعني نسرقها ساعة الفرح. يعني كانوا من زمان يقولوا لنا أهلينا ساعة الفرح أو ساعة السعادة ما بتتعوض، كنا نضحك نحن ونقول إنه شو ما بتتعوض، ليكنا عايشين بهذا الوقت اللي نحن عم نمرق فيه. بالفعل ساعة السعادة ما بتتعوض، فأي مرحلة أو أي فرصة بتحسي فيها إنه أنا ممكن أكون سعيدة كوني فيها، ما تحاولي تمرقيها هيك مرور الكرام أو حتى تقولي لا يلا بلاها، لا مو بلاها. ساعة الفرح عن جد سرقيها، لأن هي الساعة أو الدقيقة أو الثانية اللي عم تكوني أنت فيها مبسوطة أو عم تضحكي من قلبك، صدقيني رح تعطيك كتير لقدام طاقة إيجابية. هلا مثلا وتجي الكهرباء ومشغل المكيف، هي يعني قمة مثلا الفرح، تكون فرحانة ومبسوطة تماما، نبتهزيها للفرصة، عملي كل شيء لأنه بتذكر إن بعد سيدة تقطع الكهرباء وعندي شغل تماما. فعيشي السعادة بهالفترة هي، إنه خلص هلا جاي الكهرباء، أنا بدي كتير كون مبسوطة وسعيده واعمل اشياء. حتى فيك تشربي مثلا ممكن فنجان النسكافيه اللي نحن كثير بنحبه، نأجله تشعل الكهرباء مثلا، نشعله هيك مع نشربه مع المكيف معي، فقد ايه بتكوني مبسوطه انت. فعن جد نسرقها سرقه ساعه السعاده، ما نخلي اي يعني اي شيء بفرحنا ان نمرقه هيك، لا نعيشها هي السعاده، ننبسط فيها. كنا قبل كثير قصص نمرقها ويمكن هلا ندمانين عليها، نقول ليه مرقنا، ليه ما كنا مبسوطين، ليش ما كنا سعيدين بهالوقت هذا، مع انه كان كثير شغلات حلوه ممكن تفرحنا. هلأ لا، أنا بدي من الكل عن جد أي لحظة بتمرق بتحسي حالك إنك أنت فيك تعملي فيها شيء إليك تكوني أنت مبسوطة فيه، عمليه ولا تفكري ولا ترجعي لحدا أبدا. خليكي عطول سرقي السعادة سرقة ووزعيها على عائلتك، لأنه الأم هي الأساس، هي اللي بتعطي السعادة. البيت كله سبحان الله بيتكركب بس يلاقي الأم موتره تعبانه او معصبه. حتى اكيد الله يخلي امهات الكل، واللي طبعا يعني لاي سبب إن كان والدته مانو موجوده، فدائما الذكرى حاضره بين الكل طبعاً. خلينا نحكي شوي اليوم نحن بظل ظروف الكورونا، كمان لازم نحاول هيك ندعم نفسنا من دون ما مثلا كنا متعودين انه والله اذا شخص طبطب عليك معناته رح يعطيك سعاده. المصافحه احيانا ممكن تعطيك سعاده، الغمره تعطيك بيقولوا الغمره 20 ثانية بتروح الطاقة السلبية. خلينا نبعد بقى شوي عن هاي العادات ونحكي شوي كيف فينا هيك نقدر نتواصل من بعيد لبعيد. تماما، هلا بدنا نتعود بالفعل فن التواصل من بعيد لبعيد، لانه بالفعل كل ما اقتربنا من الاشخاص يلي بنحبه ممكن نكون احنا نكون مصدر خطر لهم، وممكن يكونوا هن مصدر خطر لنا. قد ما بنحب الاشخاص نحبهم عن بعد، يعني فينا حتى هلا بفتره العيد انه انا اتواصل مع كل الناس اللي انا بحبها، بس ممكن عن طريق الموبايل، ممكن افتح كاميرا نقعد نحكي ساعات، نكون كثير مبسوطين مع بعض، بغض النظر عن انه لا لازم وفي واجب انه لا عيد لازم انا ازوره هو يزور. لا بهالفترة بالذات أنا لما بحب الشخص أنا قدر المستطاع أكون بعيد عنه، يعني ما في شيء صفي إنه واجب أو عيب إنه لا أنا لازم أروح زوره، لا أبدا. يعني كل ما نحن ابتعدنا، كل ما نحن أخذنا هذا الفاصل والبعيد، يعني ما نكون كتير قريبين من بعض، هالزيارات بلاها، الطلعات بلاها، كل ما أنا أكون بالفعل الشخص يحترمني أكثر ويحبني أكثر، لأن أنا عم حافظ على حياتي وعلى حياته. فينا بكلمات حلوة عن جد نعطيهم الدعم النفسي،
قد ما كانوا هن بعاد عنا نعطيهم الدعم النفسي انه نحن هيك افضل لنا. ولانه حتى هلا احيانا بتلاقي مثلا الست والجد الكبار اللي قاعدين بالبيت مثلا ما عاد قدرنا نتواصل معهم مثل قبل، بس ممكن كلمتين حلوين مثلا نفتح كاميرا نحكي. بس هي قدروا يطولوا تيتا وجد، قدروا يطوروا حالهم وموبايلاتهم ويفتحوا صاروا سوشيال ميديا تماما يعني. ما شاء الله هلا صرنا عم نلاقي عن جد عم نلاقي الكبار عم بينبسطوا وعم بيفتحوا هالقصص وكثير يكونوا مبسوطين. فقدر المستطاع ناخذ احتياطاتنا كرمالنا وكرمال غيرنا، وصدقيني كلمه واحده حلوه فيها هيك طاقه ايجابيه حتعطيهم تماما، حتعطيهم دعم كثير لقدام. تمام غاليه، خلينا يعني نحكي بالختام. هلا كلنا عم عنا العيد، كلنا عايشين بحاله انه لا انا عندي كورونا، يمكن عندي كورونا، يمكن عندي كورونا، يمكن عندي كورونا. هي الحاله قديش هي بتحبط طاقتك، قديش بتقلل مناعتي، كمان بيقولوا النفسيه المحطمه بتقلل المناعه كمان. تماما يعني الخوف التوتر هذا كله بينزل المناعه. هلا بالنهايه نحن طول ما عنا عاملين احتياطاتنا وماشيين بالتعليمات فانا ليش لخاف؟ يعني خلص انا عامل مسافه الامان، انا عم حط الكمامه، انا عم حط الكفوف، عامل كل احتياطاتي، فانا خلص ما لازم يكون عندي هالخوف وهالتوتر. وما بصير انا ضل يردد الفكره يعني خلص انا تعبت شوي لا انا معي كورونا. يعني الكلمات السلبيه صدقيني على قد ما رددناها صارت معي، يعني يمكن بالفتره الاولى لما كان المرض وعم بيقولوا على قد ما رددوا انه هذا حيصير وحيصير وحيكتر عنا، على قد ما رددنا الكلمات السلبيه صارت معنا. فانا بتمنى صح. بس نفكر بشوي طريقه ايجابيه، نقول ان شاء الله فتره بسيطه وحتمرق ان شاء الله، وشوفوا وكيف تمرق يعني ان شاء الله، ما نضل نردد السلبي ان شاء الله يا رب. بالختام بدنا نشكرك خبيره الطاقه غاليه بغدادي، ونتمنى لك الصحه والعافيه لك ولعائلتك، وان شاء الله هالعيد بيكون افضل. ان شاء الله يا رب حبيبتي، وانت نعد عليك يا غاليه بكل الخير والبركه والصحه ان شاء الله يا رب حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي.